حربة ومظاهرة في مشروع صليبة تنادي بسقاط النظام. حيينا حي الرياضة، حيينا حي الرياضة، حيينا فدوى السيمان، حيينا فدوى السيمان، حيينا برهان خليون، حيينا برهان خليون، حيينا الشعب لبقى. يريد اعدام الرئيس، الشعب يريد اعدام الرئيس، الشباب اعدام اللاذقية 8/11/2011 مظاهرة من شارع بغداد تتجه إلى مشروع صليبة. للأبد والسلام، الله أكبر. دراغيد حراير اللاذقية للأبد. الشعب يريد اعدام الرئيس، الشعب يريد اعدام الرئيس، الشعب يريد اعدام الرئيس، الشعب يريد اعدام الرئيس. طويل حبيب بشار العميد، طويل حبيب بشار العميد، طويل حبيب بشار العميد.